كابتن حسين بيك، اليوم وحدة تدريبية أخيرة للمنتخب الأولمبي، يا ريت لو تكلمنا عن مدى استفادته بشكل عام من هذه الوحدات التدريبية السابقة، وإن شاء الله حتى مباراة يوم الغد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المنتخب في تجمعه في قطر أكيد يعني كان هناك استجابة جيدة من قبل اللاعبين من خلال الوحدات التدريبية، وأيضا من خلال المباراة الأولى اللي خضناها، اللي هي ما تنطينا يعني انطباع عالي على أداء اللاعبين، رغم أنه كانت استجابة جيدة من بعض اللاعبين، والبعض الآخر لا يزال يحتاج إلى عمل كثير، كون أنه أغلب لاعبين الآن اللي متواجدين معنا هم بدلاء في فرقهم، وبالتالي الفترة القادمة احنا نحتاج أقل شيء إلى التصفيات، نحتاج لنا إلى 10 مباريات. الآن مؤمنة 3 مباريات، مباراتين مع سوريا وأخرى مع السعودية، الباقي يعني طلبت المزيد من المباريات؟ أكيد يعني. وأيضا طلبنا أنه يتفرغ المنتخب، لأنه احنا إذا ما أردنا أنه منتخبنا هذا اللي موجود بالأوضاع اللي احنا نعيشها واللي يعرفها الشارع الرياضي، إذا ما كان هناك يعني على سبيل المثال لدينا أحد اللاعبين يعني هو راتبه 1,000,000، هو من خارج بغداد واكله يعني طعامه عليه، هذا اللاعب يعني شلون راح يقدر يعني هذا 1,000,000؟ قال لي يعني بين ما اوفر لعائلتي بين ما كذا، وتعرف كل المتابع يعرف انه العمليه التدريبيه يعني تدريب وراحه وتغذيه، اذا ما كان اكو احد هذه الركائز الثلاثه ما موجود، لا هذا واقع حالنا. الكلام اللي تكلمته على هذا اللاعب ينطبق على ممكن 80% من المنتخب الاولمبي، فلذلك نطمح إلى أن يكون الفريق هو بتجمع دائم، واللاعبين يذهبون إلى فرقهم من خلال المباريات اللي راح تكون. احنا أيضا ما نريد نتقاطع مع الدوري، ممكن راتب مع من الاتحاد، ممكن هذا الشيء، يعني احنا هاي أمور احنا نعرف أنه ما راح تكون، فلذلك أنه ممكن احنا نأمن أنه فندق للاعبين وتغذية، أيضا وحدات تدريبية ومباريات، ممكن نصل إلى الجاهزية، أو ممكن احنا كجهاز فني نوصل الامور اللي ممكن انه من خلالها نصل للجاهزيه من خلالهم. اما اذا لا انقطع هذا المنتخب، لاعبين لدينا مغتربين ولاعبين يذهبون الى فرقهم، الكل يعرف ان الشهر الثاني ماكو يعني اي تجمع يعني ولا اكو فيفا داي، فعندما ينقطع اللاعب من 25 واحد الى البطوله بهذه الواقعيه اللي موجوده عندنا من مستويات اللاعبين، اكيد راح يكون الوضع صعب. لكن يعني انا اشوف انه اكو استجابه جيده من الاخوان بالاتحاد بالفتره القادمه، رغم الان انه انشغالهم في بطوله اسيا، اللي نتمنى كل الخير والتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا، وبالتالي اكيد يعني المنتخب الاولمبي هي حلقه مهمه من حلقات رفد المنتخب الوطني باللاعبين، وهذا اللي نطمح اليه ان شاء الله بالقريب العاجل. كم مختار عندنا؟ 5 و4؟ 6 لاعبين. 6 لاعبين بشكل عام، يعني شلون تقيمهم؟ صراحة نتكلم يعني نفس خامة اللاعبين الموجودين هنا أفضل؟ يعني هم لاعبين من خلال يعني من خلال الفريق، يعني ما عندنا تمايز بين أحد وأحد، لكن أكيد لو ما كان عندهم تمييز أو كان عندهم يعني مستوى فني أهلهم ما راح يكونون معنا، لكن أيضا اللاعبين المغتربين الآن الكل يعرف أغلبهم من الدوري السويدي، الدوري السويدي متوقف، فلاعب عندما يترك المنتخب ويذهب راح يعني حتى لو يدرب، يعني اكثرهم سالتهم قالوا احنا يعني نتدرب فقط جيم، وهذا يعني اكيد صعب جدا، فلذلك طلبنا انه يكون المنتخب بتجمع مستمر حتى نستطيع انه هؤلاء اللاعبين بالاضافه الى لاعبين اللي الان ذكرت لك انهم لاعبين بدلاء في فرقهم، ممكن خلال من كل اسبوع ممكن نؤدي مباراه مع يعني مع اي كان، فقط انه يكون اكو تجمع وتدريب ومباريات بالاضافه الى الراحة والتغذية الجيدة، أكيد اللاعب راح يرتقي. الخطوة القادمة أو المعسكر القادم؟ لدينا مباراتين مع سوريا 15 و18، وأيضا مباراة مع المنتخب السعودي. التجمع في بغداد هنا أكو لكم؟ إن شاء الله، إن شاء الله يوم 6 يكون أكو تجمع عندنا في بغداد بمشاركة المغتربين أيضا، يعني المفروض محترف من السويد والآن مع المنتخب الأولمبي، يا ريت لو تكلمنا عن استعداداتكم مع المنتخب، تحضيراتكم للبطولات القادمه. الحمد لله هسه هاي معسكر صارت كم يوم وتعلمنا على نعرف بتدريب اكثر واكثر كل يوم، ونصير احسن واحسن، وان شاء الله هسه بالمستقبل تصير نتيجه زينه. شلون تشوف مستوى اللاعبين المنتخب الاولمبي زملائك؟ يعني الفريق مالتنا اقول كلش زين، بس نفس قلت لازم نتعرف شوي احسن اكثر. انسجام تقصد اكثر بين اللاعبين؟ ايه، والتكتيكات تصير زينه،
وان شاء الله النتيجة ما زين. تواجه صعوبات معينة انت شخصيا بحكم انه انت مغترب نوعا ما؟ لا مو صعبة، هم يعني ياخذوني يعني يقولون بالعربي ها ما زين والشغل، يقولون ايش تسوي وهيك شيء. تحكي عربي زين يعني؟ لا مو كلش، تفهم؟ تشوف هسه قاعد مو كلش زين احكي بس افتهم. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا حبيبي. قلت لك كلمنا عن طبيعة الوحدة التدريبية، مدى استفادتكم منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم اخر وحدة تدريبية في معسكر الدوحة. سألتنا عن المباراة، ان شاء الله يعني باكر راح نقدم اداء احسن من اداء المباراة اللي قبلها. احنا قدمنا مباراة كل جيدة ذيك اللعبة. الحمد لله مستوى يعني كان مستوانا راضي عليه الكادر التدريبي. وان شاء الله. انت راضي عن نفسك شنو؟ قناعة مويه ما اخذها غير قناعة المدرب. قدمت اداء راضي على اداء؟ الحمد لله والشكر. الف مرة. بس انا قلت لك يعني الباكر راح يصير يعني ادانا غير اداء ذيك المباراة، يعني نستغل الفرص، ذيك المباراة ما استغلنا فرص. يعني ان شاء الله هاي المباراة نستغل الفرص ونقدم نتيجة رائعة. طبيعة التعامل مع زملائك المغتربين تواجهون صعوبة بصراحة نوعا ما؟ هم واحد يحكي انجليزي واحد عربي، بس لا يعني زينين يحكون عربي ومتزمين يعني اكثر شيء ويانا يعني جون يمنا بالغرف واحنا نجم شيء عادي طبيعي. حلو، بس ابو الانجليزي شوية تواجهون صعوبة وياه؟ العلمة مو مشكلة، يعني عندنا احنا مكملين الوليد واحد بالصيدلة وهاي يعني هو يحكي لنا واحنا نكمل. حلو، يعني قام يتعلم يحكي عراقي شوي شوي. تعلم شلون لا؟ توفيق. رحم الله والديك حبيبي.